أنتم الآن في متحف حمد بن ناصر للسيارات الكلاسيكية بمنطقة القصيم بالذات مدينة بريدة. يا أهلا وسهلا فيكم. مجموعة السيارات اللي عندنا تتجاوز تقريباً 100 سيارة. الموديل يبدأ من 1899 إلى 1979. سيارات متميزة، سيارات نظيفة، يعني كل اللي فيها ستوك أصلي. طبعاً في السيارات المميزة اللي هي السيارات الموديل تي اللي تشغيلها يكون بالهندل، هذه تعتبر من السيارات المميزة. وعندك السيارات الروز رايز، الروز رايز سيارة يعني سيارة معروفة، سيارة فخمة، ولما تكون موديلها 1977 وكشف كورنيش بيستغرب، يعني السيارة جالسة موديلها 77 يعني عمرها فوق تقريباً 40 سنة ما زالت ريحة الجلد موجود بالسيارة. هذه السيارة ترانزام موديل 1981، طبعاً الشكل هذا من 1971 إلى 1981 نفس القصة واحدة، الشكل بيكون واحد. فطبعاً السيارة 8 سلندر، سيارة قوية من السيارات الأمريكية المصل كار، وحبينا السيارة هذه لما شفنا الأفلام الأمريكية وحنا صغار، كنا نتابع الأفلام الأمريكية شفنا السيارات هذه فكنا معجبين جداً فيها. الكراج هذا اللي بنشتغل عليه إعادة تصنيع السيارة وإعادة صبغ السيارة من جديد وإعادة ترتيب السيارة، ما شاء الله شغل يعني يعتبر بروفيشنال. السيارات اللي نجهزها الآن في الإمبالا الـ64 وفيه الشيفي الـ 1952 وفي الفورد الـ 66 وفي المرسيدس اللي شفناه المرسيدس البنز الـ 190 وفي فورد 46. لما تجلس على المقعد حق السيارة يجيك شعور غريب، يعني السيارة لما تطلع تتمشى عليها في المكان أنت تحس أنك تسوي سعادة للناس، زين اللي بيصورك، اللي بيوقفك، اللي بيسأل عن السيارة، فتحس في شعور بعيون الناس تشوف في سعادة، زين فيعني الحمد لله أنا نسوي سعادة للناس، الحمد لله يعني إحنا مستمتعين والناس كمان مستمتعين.